يقول حفظكم الله، يقول: صليت المغرب في مسجد بالأمس فلم يجمع إمام المسجد الذي صليت فيه، فلما خرجت من المسجد وجدت مسجدا آخر أقام صلاة العشاء فصليت معهم، فما رأيكم في فعل هذا؟ إن كان الوقت قريب ما يخالف، إذا كان الوقت قريب ما فات وقت طويل ما يخالف، أما إذا كان فات وقت طويل لأنه فات الجمع، إذا فات وقت طويل فات الجمع. نعم.